سجلت حركة النقل الجوي التجاري بمطارات المغرب أكثر من 20 مليون مسافر خلال 2022 بزيادة 82% بالمقارنة مع 2019. وذكر مكتب الوطني للمطارات في بلاغ له أنه خلال العام الماضي بلغت الرحلات الجوية أزيد من 174 ألف رحلة باسترجاع ب 83% بالمقارنة مع 2019، مشيرا إلى أغلب مطارات المملكة تمكنت من بلوغ أو تجاوز حجم حركة النقل الجوي المسجلة خلال 2019. من جانبها سجلت حركة النقل الجوي الدولي نسبة استرجاع تقدر ب 84%، أما نشاط الشحن الجوي فسجل خلال 2022 نسبة استرجاع تقدر ب 73%.